السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه دي دو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد الدواء اللي كيستعملوه في هذه البلاد اللي انا فيها يعني بكثره، وانا حاولت انني نسول على هذا الدواء. خلينا من التسمم الدموي والتسمم المعوي، الاسهال، يعني يعني الامراض اللي احنا سبق هضرنا عليهم. كاين واحد الامراض اللي كنستعملوا فيهم لونتيبيوتيك، مثلا كيبقى يموت الارنب بدون اي سبب، وملي كي يعني ملي كتبغي تهزوه كيسيل منه واحد الماء. المهم كاين بزاف ديال الامراض اللي غريبه في هذه البلاد، هذه ما احنا في المنطقه الشرقيه من المغرب، يعني الناس كيستعملوا بزاف واحد الدواء. وانايا يعني ما كنحاولش ندير اي دواء نجيبه، ولكن منين سولت لقيت ان الناس كلهم داروا هذا الدواء وهو قال لك فعال. يعني في الحقيقه انا ما درتوش، ولكن انايا بغيت نقول لكم في هذه الحلقه هذه كاستفسار، وشوفوا نتوما واش نتوما كديروه. الا كنتو كديروه هضروا معايا في الكومونتير ديالكم. هذا الدواء وهو الكافور. الكافور الثمن ديالو رخيص، يعني باكيه فيها يمكن في 20 حبه ولا كدير 8 درهم. الكافور راه معروف انه كيديروه ما بين الحوايج باش ما يعني الحوايج ديال الملابس باش ما يضيعوش. الا كنتو دايرهم في الماريو مثلا الحوايج ديال المشتى ديال الشتاء، الا بغيتهم يبقاو يعني في البلاصه ديالهم يعني، وما يطلقوش ديك يعني ما يضيعوش وما يطلقوش واحد الخضوره بين يعني واحد فطريات كتكون ما بين يعني الحوايج. اسمو كيديروا هذاك، كيديروا له الكافور، كيخشي واحد يعني كريات بيضاء كتطلق واحد النوع من الرائحه. انا ما كنتش عارفه باللي راه دواء، ولكن هنا هاد الناس ديال هاد البلاد هادي كيستعملوه لجميع انواع ديال الارانب، يعني اما البلدي او الرومي او الكروازي. يعني كاين هنايا في هاد البلاد هذا عندنا بزاف تاع الارانب ديال الكروازي، يعني الكروازي اللي مخلط ما بين البلدي والرومي. اذا اسمو كيديروا كيشدوا هاد الكافور. الكافور هو عباره عن كريات، كيديروا مثلا الطاسه بحال هذه، مثلا طاسه ديال الماء، طاسه ديال الماء كيديروا فيها حبه مع الماء. سمو كيوقع على هذيك الحبه انه مع المده كتبقى تذوب، كتبقى تحلل في الماء. يعني الاغلبيه ديال الناس يعني في الموسم ديال المرض، يعني التسمم ديال الدموي والتسمم المعوي والاسهالات، يعني كاع الامراض اللي بدون سبب تسمم، يعني يعني كاين الناس اللي جاهم الامراض ديال الالتهابات ديال الرئه عاود كذلك، كلهم كيديروا في هاد البلاد كيديروا الكافور. هاد الكافور انا درت هاد الحلقه كاستفسار، بغيت اللي كيدير هاد الدواء هذا يعني يتصل بينا في لي كومونتير ونهضروا على هاد الدواء هذا، واش فعلا انه ممكن انه يحمي الانانيب من جميع الامراض. تخيلوا قال لك كاين اللي ما كيدير حتى يبره، اللي ما كيديرش كوني برافاك اللي حنا هضرنا عليها، تسمم دموي، ما كيدير لا تسمم معوي، ما كيدير لا فيتامينات والو، كيعطيو غير الخبز جاف كارم وكيديروا هاد الكينه هذه، ولمده عام ما كيجيهم لا امراض لا. قال لك حتى الامراض ديال يعني الحراره، يعني ما كتبقاش تاثر عليهم الحراره بواحد الشكل بحال اللي اثرت الحراره في هذا العام هذا. اذا سبحان الله، يمكن انا ما درتش هذا الدواء، يعني ماشي كنقول لكم ديروه، وانما هو سميتو الكافور. الكافور كي عنده واحد الرائحه مجهده. الناس اللي كيديروا هاد الدواء وشافوا هاد الفيديو، انا راه الاشاره باش نجاوب على التعليقات ديالكم ونهضروا على هاد الدواء هذا، واش ممكن انه يحمي هاد الارانب من جميع الامراض، ماشي غير مرض واحد وانما جميع الامراض. اذا يعني ضروري انكم اللي شاف هاد الفيديو يهضر معنا باش نكونوا يعني برحمه الوالدين نوصلوا. حنايا انا في القناه ديالي كنحاول نعطي للناس ونبحث على جميع
الظروف ديال التربيه ديال الارانب ونفيد الناس ب يعني المعلومات. اذا اللي عنده هذه المعلومه على هذا الدواء ديال الكافور يهضر معايا في لي كومونتير ونشوفوا واش فعلا هذا الدواء خدام او ما خدامش. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش تساندونا والقناه تزيد لقدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.